الفنان الشاعر الجميل بقى. لا، ما الحلقة دلوقتي بيخلص، عايز اسمع. انت عندك حاجات كتيرة جدا، بس كلمني عن داعش والعراق. اكلمك عن داعش والعراق. عايز بس اقول بمناسبة روسيا اللي ذكرت من شوية، التاريخ بيقول ان قيصر روسيا في وقت من الاوقات بعت للبابا بطرس الجولي، البابا 109، انا عارف ان انت مهتم قوي بتاريخ الكنيسه القبطيه، وقال له احنا عايزين نحمي الاقباط في اقباط مصر. مصر. فقال له هل قيصر روسيا بيموت ولا لا يموت؟ فقال له بيموت بشر. فقال له اقباط مصر في حمايه الملك الذي لا يموت. طبعا كلنا في حمايه الملك الذي بالظبط. والتاريخ بقى مليء ب ب ب لا كتير، هعمل حلقه على فكره القمص السرجيوز، حضرتك فاكره بعد ثوره 19؟ طبعا قال لك كده لو الانجليز بيتحججوا ان هم مش فليموت الاقباط وتحيا ولتحيا مصر. لا، تاريخ طويل، يعني تاريخ مشرف وتاريخ وطني جدا. بالظبط.